مشاهدي ومتتبعي موقع اميرو 24، مرحبا بكم دائما من العاصمة الفرنسية باريس. نتواجد بأجمل شارع بفرنسا ألا وهو الشانزليزي، ومعنا فنان كبير مراد مجود. مراد مرحبا بك. مرحبا بك خويا، تبارك الله عليك، اسمح لنا جبناك في هذا البرد. ما كان حتى شي مشكل، افيك بليزير والله. بارك الله فيك. المناسبة اليوم بهذه المناسبة اليوم عندي واحد لاسواري في نادي جيت الشانزليزي، وراني فرحان غادي نتلاقى مع الجالية المغربيه والجزائريه والتونسيه. ان شاء الله نتمنى نفرحهم، ونتمنى هذه لاسواري تفوت بخير وعلى خير ان شاء الله. هذه ماشي اول مره كتجي لباريس سي مراد. لا كنجي لباريس، عندي الاصدقاء ديالي، وعندي بارفو كنجي للاستوديو هنا ندير بوغ ماستورينغ، يعني عندي اعمال هنا كنجي بعض المرات هنا. نعم. يعني كاينين بزاف ديال الناس مغاربه جزائريين كيعرفوا مراد مجود من خلال الاعمال ديالو. نعم. لكن تشهرت مؤخرا مع ايمن السرحاني في الاغنيه ديالك لابسه جلابه. كان عندي اعمال بزاف، كان عندي مع ايمن السرحاني، كان عندي مع رشيد قاسمي، كان عندي مع الشاب رايان، وحتى اللي مع ديال رشيد قاسمي لامور كاين، لقات نجاح كبير الحمد لله. ونتمنى احنا اننا نكونوا في المستوى، ونكونوا نرضيو الجمهور ديالنا ويقبلوا علينا في هذاك الشيء اللي كندير. وتقدر دابا المرة تلبس الجلابة في هذا البرد تحت البيري؟ لا ما تقدرش، سي مراد، يعني بغينا نعرفوك. نعم. انت من مدينة وجدة. نعم. يعني نعرفوا شوية يعني التاريخ، وقاش بديت الغناء؟ مجموعة الناس يعني كيتسألوا، بغاو يعرفوا مراد منين، واش متزوج ولا لا؟ بيان سير، مراد مجود الحالة العائلية متزوج، عندي زوج ديال الأطفال وليدات. تبارك الله، الله يخليك. بالنسبة للفنانة، بديت الفن منذ الطفولة، يعني كانت عندي 6 سنين، لأن عندي الأخ ديالي بالمناسبة سميتو مجود بكاي، يعني معروف رسام تشكيلي، فنان تشكيلي، كانوا عنده الأصدقاء ديالو هما موسيقيين، وهذوك الاصدقاء ديالو هما اللي علموني. كان مجموعه سميتها البراهما معروفه في وجده، يعني منهم باش تاثرت، ومنهم باش تعلمت، ومن بعدها يعني درت مع مجموعه موسيقيه اللي هي افراح وجده، حد الان باقيه في وجده. وجيت هنا لاوروبا، يعني تعلمت هندسه الصوت والتوزيع الموسيقي. نعم. السي مراد، كيفاش كتشوف الاغنيه المغربيه؟ الحديثة بطبيعة الحال. حديثة صراحة كنشوفها جميلة، يعني فنانين تبارك الله بزاف ديال الفنانة مغاربة اللي استطاعوا باش يطلعوا بالأغنية المغربية ووصلت للعالم العربي. قبل ما كانش تسمع الأغنية المغربية في العالم العربي، واليوم يعني مغاربة، يعني اللي سيرتو اللي كيغنيو الأغنية الشبابية المغربية، كنقول لهم شابو تبارك الله عليكم، ومنهم سعد المجرد، حاتم عمار، وبزاف ديال الفنانة اللي وصلوا الأغنية المغربية للعالم العربي، وكنقول لهم تبارك الله عليكم. طرحت لك السؤال السي مراد، حيت كاينين مجموعة من الناس يعني عقبوا كيقول لك نو الأغنية المغربية خص تبقى يعني في الطابع ديالها التقليدي، ولكن أنا يعني من وجهة نظري كنشوف بأن خصنا نسايروا يعني العصر. نسايروا العصر، ما يمكنش دابا لو كان غادي نبقاو نهضروا على الـ على الـ على الأغنية الشبابية، دابا لو كان غادي يسمعوها الناس بارد وسخون الشباب ما غاديش يسمعوا. هي أغنية جميلة، ما كان طيحش بها، خصها إيقاعات جداد، خصها يعني على حساب. نعم. على حساب انت واش دابا غادي تلبس سروال بونطاليفون حتى يجي وقته. صحيح. الا جات يعني لا واحد موديل عدل داك البونطاليفون، عدلو مزيان ودار فيه التعديلات غادي تلبسه، ولكن باش غادي تلبسه غادي الناس يضحكوا عليك. صحيح. سي بور سا، يعني الناس ضروري خصها تواكب العصر. وانا بصراحه عجبتني الاغنيه المغربيه اللي كتغنى دابا حاليا، يعني بايقاعات جداد وتوزيع جديد. نعم. سي مراد، شنو هو الجديد الساحه الفنيه ديالك؟ ان شاء الله عندي الجديد، يلا خرجت واحد الاغنيه اللي كنت كنبغيها ديال الشاب طارق، جي با بوزوان دو تابيتي، يلا خرجتها هذه ميم با اون سومان، وغادي يكون عندي عمل مشترك مع زكريا الغفولي ورايان، يعني غادي نغنيو بثلاثه بينا في اغنيه واحده، وعندي تريو وعندي عندي اغنيه ديالي. نعم. جديده اللي غادي تكون، وكاينين اعمال كثيره، كاينين ثلاثه ديال لي سينكل ان شاء الله اللي غادي يخرجوا ان شاء الله مقرب ان شاء الله. مراد مجود الفنان المحبوب، غادي يوجه كلمه للمشاهدي ومتتبعي موقع اميرو 24. كنحيي موقع اميرو 24، وكنحيي المتتبعين ديالو والجمهور المغربي والجمهور الجزائري والتونسي والمغرب العربي كاملين، وكنشكركم وتحيه لكم. شكرا لك اخويا مراد. شكرا.